ده برضو وقفت في المطبخ وطبخت كل الاكل ده. انت خويت تعب قلبي. سلامه قلبك يا روح قلبي. بس اعمل ايه، ما هي دي متعتي الوحيده في الحياه. وبعدين التعب ما هو موجود موجود، هيروح فين يعني؟ ما تاكل يا عمرو، ما تاكل تقول لي ايه رايك في الاكل؟ هو بصراحه قبل ما اكل خالص الاكل اصلا شكله لوحده يجنن، فانا كنت عايز استاذنك ان انا اطلع لايف علشان اوري الفولورز اللي عندي الاكل حلو قد ايه. نعم، الناس هتبص لنا في اللقمه يا جماعه. اي حد عامل دايت ما يتفرجش على اللايف ده، علشان اكيد اكيد هيبوظ الدايت اللي هو عامله بعد ما يشوف الحاجات الجامده دي كلها. وعايز بقى ايه اقول لكم عن الشيف الجامد اللي عمل الاكل ده، الشيف طاهر. عايز اقول لكم كلمه، والله انتوا جيل بيعيش اللحظه عشان يسجلها بس. يعني تصوروا الاكل وما تاكلوهوش، يبتسم في الصوره ويكشر للحياه. ارجوكم اطفوا موبايلاتكم، اطفوا كاميراتكم، الحياه فيها حاجات كتيره حلوه قوي زي الاكل واكتر كمان. في لحظات كتيره حلوه بتضيع منكم يا هبل. وانتوا يا فولورز، انا من رايي بقى تبطلوا تتابعوا الواد ده. طبعا يا جماعه الشيف طاهر بيهزر، انا ما بهزرش، الكلام ده مش حقيقي خالص. نلعب مع بعض وهقفل دلوقتي عشان ناكل، وبعد الاكل هطلع معاكم ستوريز وهنلعب وهنعمل حاجات كتير جدا. باي باي. ايه يا انكل في ايه؟ ايه يا عم في ايه انت؟ عايز ايه؟ تا 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 دو 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 دو. طب انا رايي ان احنا ناكل. يلا كل يا عمرو، مد ايدك عمرو. يلا كل. يلا دخلي القطر الجروش. يومي يومي يومي. وحياتي 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 اللي كملت.